ابني مختفي من يوم الجمعة، من يوم 26/2. أخويا تالت أزهر شريعة وقانون، طلع معايا يوم الجمعة اللي فاتت. جينا هنا مصر يجيب استمارة تكافل، يبات عند ابن عمه. هو جاب الاستمارة ورايح يركب أحمد حلمي. ركب أحمد حلمي وهيركب الأتوبيس الزقازيق، فاهم؟ اتاخد من الموقف. سألت فأحمد حلمي مكتب الحجز اللي زكي كان هيركب منه، تمام كده. ف بتاع مكتب الحجز قال لنا ده هو فعلا جه حجز هنا يوم الجمعة الساعة 6، بس قبل ما يطلع الاتوبيس ب10 دقايق اتاخد. كان في امين شرطة قال له البطاقة، وساله على البطاقة وحاجة زي كده، فخده. حامي مصطفى كلم امين الشرطة فبيقول له طب انت خدته وديته فين؟ قال والله انا ما اقدرش اقول لك مكانه فين، بس اللي اقدر اقوله لك ان هو يطلع الليلة الساعة 2 يطلع بكرة الصبح. الكلام ده كان يوم الاثنين، ومن يوم لحد دلوقتي ما فيش جديد، ولا عارفين هو فين، ولا شفنا امين الشرطة تاني. رحت مديرية الامن، امن الدولة اللي في لازغلي، وزارة الداخلية، امن الدولة في شيخ زايد، كل ده ما حدش فادني بمعلومة يعني، او ما حدش قال لي اخوك هنا او مش هنا او مش عارف هو فين بالظبط. عرفنا بقى ان في تحريات من امن الدولة راحت لشيخ البلد، ورحت لشيخ البلد اساله، قال لي انا جاتني معلومات، جاتني تحريات عن ابنك من امن الدولة. قلت له يعني ابني ممسوك؟ التحريات اللي جات لك تبع مركز كفر الشيخ ولا امن الدوله؟ قال لي امن الدوله. رحت سالت، قالوا لي روح اعمل محضر. رحت اعمل محضر، ما رضوش يعملوا لي محضر. ليه؟ قال لي يمكن ابنك ممسوك بحاجه ولا كده ولا كده، فمش هقدر اعمل محضر. عايز تعمل لابنك محضر روح اعمله في القاهره. ملوش اي نشاط سياسي ولا ليه اي حاجه يعني، اساسا احنا في بلد ارياف يعني، ما حدش عندنا يعرف ايه جماعات او ايه نشاط سياسي او ايه الحاجات دي. بناشد وزير الداخليه والسيد نائب العام، انا عايز ابني، اعرف بس ابني فين وتهمته ايه. ابني متاخد بدون اي وجه حق، اعرف بس ابني عايش ميت في اي مكان، اعرف ابني فين.